قرار روسي انتظره طويلا اقتصاديون وخبراء كثيرون، وهو بيع الغاز إلى أوروبا بالروبل. هل ما هي تداعياته على كلا الطرفين الروسي والأوروبي؟ ما هو تأثير تبادل الضربات الاقتصادية والمالية على مكانة الدولار كعملة صرف عالمية؟ وإلى ما وصلت العواقب التي نجمت عن فرض العقوبات على روسيا بالنسبة للاقتصادات الغربية؟ مرحبا بكم مشاهدينا في أبعاد روسية. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب معنا من بيروت بالبروفيسور جاسم عجاقة الخبير الاقتصادي، وفي موسكو معنا الأستاذ سيرجي بيكين مدير صندوق تنمية الطاقة. أهلا ومرحبا بضيفينا الكريمين. نبدأ مع ضيفنا في روسيا أستاذ سيرجي، كيف ترى أبعاد هذا القرار الذي اتخذ يوم الأمس والآلية التي قدمت تشرح تفاصيل إمكانية أن تشتري الشركات الغربية الأساسية في مجال الطاقة الروبل الروسي، العملة الروسية، لتدفع قيمة أو سداد قيمة الغاز الروسي؟ كان هذا القرار سريعا، لم يتوقعه أحد، لأن تنفيذه كان فوريا، أنه من الأول من نيسان أبريل سيبدأ بيع الغاز بالروبلات فقط. كان الجميع يتوقعون أنه سيكون لديهم وقت شهر أو شهرين للانتقال إلى ذلك، إلا أن الرئيس اتخذ قرارا فوريا. بالنسبة لروسيا، هي إمكانية السيطرة أو مراقبة عملية الدفع مقابل الغاز، أي الأموال ستبقى كما كانت بنفس المبالغ التي كانت تحصل عليها في الماضي، لكن الآن روسيا تسيطر تماما على الأموال التي تحصل عليها. فسابقا كانت هذه الأموال تصل إلى البنوك الأوروبية، حيث كان يمكن فرض تجميد عليها في أي لحظة، كما حدث بأصول البنك المركزي الروسي. أما الآن فيجب على المشترين أن يحولوا هذه الأموال إلى روسيا، إلى حساباتهم بالعملة الصعبة، ثم يتم تحويلها إلى الروبلات ودفعها مقابل الغاز. لن يختلف شيء بالنسبة للمشترين، لأنهم يحولون الأموال إلى حسابات باليورو كما كان سابقا في اليورو في أوروبا، لكن غازبروم يصبح لديها ضمان أن الأموال ستصلها. فيهمنا أننا نسيطر على حصول الأموال مقابل الغاز الذي نبيعه. طيب بروفيسور جاسم، بالنسبة لهذه الآلية، يعني آلية تنفيذ هذه الصيغة التي تصر عليها موسكو، هي سهلة وبسيطة ومفهومة جدا، أن تحول شركات غربية المبالغ باليورو أو بالدولار إلى أو تضعها في حساب، مع الفارق أن هذا الحساب يفتح في بنك روسي، على الأغلب سيكون بنك غازبروم بنك، ثم البنك الروسي هذا يقوم بتحويلها إلى الروبل وانتهت المشكلة تقريبا. إنما برأيك لماذا رفضت حتى اللحظة ألمانيا وفرنسا هذا القرار، وعلما بأنه الشركات الأوروبية التي تعمل في مجال الطاقة هي بالنهاية التي يعني ستقوم بتنفيذ هذا الموضوع، ولم نلحظ لديها الكثير من الاعتراضات حتى الآن؟ هناك اعتراض سياسي بالأساس حتى اللحظة، هل ممكن أن يعني يتم معالجة أو تحويل هذا الاعتراض السياسي إلى تنفيذ تقني ترتيبي على مستوى الشركات مثلا، أم لا سيبقى هناك معارضة شديدة لهذا القرار؟ أولا تحية لك سيدي، تحية لضيفك الكريم، للمشاهدين شكرا على الدعوة. سيدي، قبل أن أجاوب على سؤال حضرتك،
اسمح لي بالقول أن هناك أبعاد عديدة لقرار الرئيس بوتين فيما يخص عملية الدفع بالروبل للغاز الروسي. عمليا على الأرض ذكر ضيفك الكريم أحد الأسباب، ألا وهي ضمان عدم حجز الأموال التي كانت يتم تلقيها في المصارف الأوروبية. ثانيا كان هناك هدف لكسر العقوبات. ثالثا كان هناك هدف، دعني أقول، تحفيز الأسواق، السوق الداخلي، السوق المالي الداخلي، يعني الأسواق المالية الداخلية بروسيا من خلال عمليات الشراء والبيع على العملات، حتى ولو كان بالمطلق لا تعديلات فعلية، ولكن بمجرد الطلب على الروبل الروسي هذا الأمر يعني كثير بالنسبة للأسواق. وأيضا هناك أبعاد سياسية إذا سمحت لي. نجاح، يعني إذا في حال قبلت أوروبا بهذا الأمر، هذه قد تكون سجلت روسيا نقطة في الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا يعتبر انتصار سياسي أكثر منه اقتصادي بهذا الأمر. تمام. لذلك أنا يعني أعتقد أنه عندما نريد الجواب على سؤال حضرتك السابق، يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد. ولذلك أنا أعتقد أنه على الصعيد الاتحاد الأوروبي كاتحاد أوروبي، أعني فيها منطقة اليورو وبالتحديد قلب أوروبا، سيكون الجواب الرفض. لن يتم الالتزام بالقرار الروسي، وهذا الأمر واضح، لأن البعد السياسي هو الطاغي في الجواب، لأنهم يرون بالدرجة الأولى هذا البعد في القرار الروسي. تمام. ولكن ما أعتقده، بحسب كل دولة وعلى انفراد، أعتقد أنه قد يكون من باب الشركات، قد يكون هناك التزام بهذا القرار من قبل بعض الشركات، نظرا للحاجة في بعض الحالات وفي حالة بعض الدول لهذا الغاز. تمام. أستاذ سيرجي، لنوضح الصورة للمشاهدين أكثر، هل لا يدور الحديث اليوم عن قطع الغاز الروسي عن أوروبا فيما لو لم تلتزم الحكومات الأوروبية بهذا القرار الروسي؟ لا يجري هذا الحديث، وإنما كما يبدو ستبدأ هناك عملية تفاوض على الشروط الجديدة، لأنه ماذا يقول الأوروبيون؟ هذا غير منصوص عليه حسب العقود المبرمة بين غازبروم والشركات الأوروبية. هل يعني إذا جاز التعبير لحظة الحقيقة ستحل في ربما أواخر نيسان الجاري، أو ربما مطلع شهر مايو آيار المقبل، هكذا نفهم العملية؟ طبعا الغاز الذي سيصل منذ اليوم لن يتم تسديد ثمنه لا اليوم ولا غدا. هناك جدول لتسديد الدفعات وفق ما هو مدون في العقود، وهناك وقت كاف للتفكير في نظام التسديد الجديد، ولا صعوبة في ذلك. بالنسبة فيما يتعلق بالدفع، بالنسبة للمشتري لا يتغير شيء، كان سابقا لديه حساب في بنك أوروبي، الآن سيصبح لديه أيضا حساب في بنك روسي، ولن يتغير لا ثمن الغاز ولا طريقة المحاسبة، إنما هناك عدم رغبة أو رفض قادة بعض الدول في الامتناع عن هذا الشكل من التعاون. إن لم تصل الأموال حتى نهاية نيسان أبريل مقابل الغاز، فغياب النقود يعني غياب السلعة، ولكن هذا يتوقف على الدفعة القادمة من الغاز. دكتور جاسم، الأستاذ سيرجي في موسكو يقول أنه بهذه الطريقة ربما موسكو تسعى لعدم جرها إلى فخ آخر، وهو احتمال يتم تجميد الأموال التي ستدفع
لقاء الغاز الروسي لاحقا في مرحلة من المراحل، يعني ضمن هذا ضمن هذه المجابهة السياسية بين روسيا والغرب ككل، هل تعتقد أن هذا الاحتمال كان وارد، أي أن تستمر الصيغ والتعاقدات والاتفاقات بين روسيا والدول الغربية، وكان يمكن أن يتم التحفظ أيضا على هذه الدفعات الجديدة التي لم تدفع بعد، لأنه هذه الصيغة كمان لم نعلم بها إلا منذ يوم واحد. كان هذا هل كانت الدول الغربية بالأحرى مستعدة لأن تستمر بهذا التصعيد الذي كان يمكن أن يطال هذه الأموال أيضا أم لا؟ المسألة خطيرة للغاية. سيدي الكريم، لا نعلم بالنوايا، لا يوجد مؤشرات، ولكن لا نعلم بالنوايا إذا ما كانت ما ستقوم به هذه الدول بهذا الأمر. ولكن اسمح لي أود شرح بعض النقاط. الرئيس الروسي بوتين قال أنه بغض النظر إذا ما كانت هناك مواجهة في أوكرانيا أو لا، كان هناك رغبة في فرض عقوبات على روسيا، فإذا هذه العقوبات التصعيدية كانت ستكون على الطاولة مع حرب أو بدون حرب. هذا ما قاله الرئيس الروسي. اليوم إذا نظرنا من جهة الأوروبية، نحن نعلم أن باتفاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية أعفوا القطاع النفطي وقطاع الغاز من العقوبات ومن كل شيء، وبالتالي للوهلة الأولى يجب التفكير أن الأوروبيين لا مصلحة لديهم بتجميد أموال الغاز الذي يستوردونه، لأنه يعني آجلا أو لاحقا سيكون هناك وقف للغاز الروسي إذ لم يتم تحويل هذه الأموال إلى روسية. نعم. لذلك أنا أعتقد أن هناك تضارب بين هاتين الروايتين. رأيي أنا بحقيقة بكل صراحة، لا أعتقد أن روسيا ستقطع الغاز عن أوروبا، ولا أعتقد في نفس الوقت أن الأوروبيين كانوا ينون عدم إرسال هذه الأموال إلى روسيا، لأن الاثنين بحاجة إلى بعضهما، يعني روسيا بحاجة إلى هذه المداخيل فإذا لن توقف الغاز، وأوروبا بحاجة إلى هذا الغاز ولن توقف الدفع. لذلك أنا أعتقد أن هذا التصعيد هو نتاج طبيعي للمواجهة العسكرية التي تتم في أوكرانيا. تمام. هذا نتاج طبيعي، وبالتالي لا يمكننا ولا بأي شكل من الأشكال تخيل سيناريوهات أخرى إذ لم تكن حقيقة في إطار المواجهة العسكرية. لكن سيد سيرجي، الدكتور جاسم عجاقة في بيروت يقول أن روسيا على الأرجح أنها لن تقطع الغاز عن أوروبا، وبالفعل لا نلاحظ مثل هذه الرغبة الافتراضية في روسيا هذه الأيام رغم يعني حدة الموقف الروسي الجديد. لكن إذا كانت الصيغة المقترحة روسيا لتسوية الحسابات بالطريقة الجديدة، وهي كما أشرت حضرتك طريقة سهلة وبسيطة وليست معقدة، لماذا تأتي هناك إعلانات جديدة تحديدا من وزارة المالية الألمانية أنها بدأت تفكر أو تبحث في احتمال تعميم فروع تملكها شركة غازبروم الروسية في ألمانيا، وتملكها أيضا شركة روسنيفت عملاق طاقة آخر روسي في ألمانيا كذلك؟ يعني فيما لو تمت المصادرة، وهي مصادرة بعينها حقيقة، يعني كيف ترى احتمال هذا التصعيد وماذا سيترتب عليه إن حصل؟ أعتقد أن هذا يدل على قلة الكفاءة المهنية. للأسف السياسيون في أوروبا وفي بلدان أخرى لا يعرفون شيئا في الاقتصاد، حتى بعض وزراء الاقتصاد لا يفهمون بالطاقة، بعضهم حتى المسؤولون عن الطاقة في هذا البلد أو ذاك. حتى الآن لديهم في رأسهم خرافة أنه إذا تحولت روسيا إلى التسديد بالروبل فهذا يعني أن روسيا ستستفيد من هذا إضافيا. وقد قلت أن الفائدة الرئيسية هو السيطرة على الأموال، وهذا منطقي
إذا بعت سلعة ما يجب أن تسيطر على الأموال مقابل تلك السلعة، فهذا أساس العلاقات أو علاقات السوق منذ آلاف السنين. أما هم فيكررون أن روسيا تجني أرباحا إضافية من وراء ذلك، وفي أوضاع العقوبات القاسية لا يمكن السماح لروسيا بجني أرباح إضافية. أكرر أن روسيا لن تحصل على أي منفعة إضافية سوى السيطرة على مالها، لذلك يكررون النص نفسه وكأنه مقروء من نفس الورقة. لن نحاسب بالروبل، لكن لا يطلب أحد منهم المحاسبة بالروبل، إنما يطلبون منهم تحويل اليورو إلى حساب في بنك روسي، والبنك سيحولها إلى الروبل، أي لا داعي لتحويل الروبل من أوروبا. هذا برأيي قلة كفاءة مهنية، وهذا يمكن أن يكون له، بل له في الواقع أثر سيء على أوروبا، إذ تتزايد أسعار الغاز وفواتير المستهلكين ترتفع أيضا، وإذا رفضوا استيراد الغاز فالأسعار سترتفع أكثر، وسيقع ذلك على عاتق المستهلك. دكتور جاسم، ربما سنعود إلى البعد الاجتماعي لهذه المسألة، إنما هناك مقترح روسي آخر لحضرتك، أنه تحدث به رئيس مجلس الدوما الروسي السيد فولودين، يقول أو يقترح أن تبيع روسيا النفط، الحبوب، المعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية الروبل كذلك، فيما لو تم اتخاذ قرار كهذا، قرار آخر من هذا النوع، برأيك يعني كيف يكون تأثيره على خارطة العملات العالمية؟ ويعني مثل هذه الخطوات، وبأن العالم أصبح عالم جديد والمواجهة قد غيرت أو بدأت تغير الكثير من المفاهيم، يعني كيف ترى تداعيات مثل هذا القرار المحتمل جدا كذلك؟ سيدي الكريم، إذا سمحت لي قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، إذا سمحت لي سأقول كلمة عن ما سألته لضيفك الكريم عن رغبة وزارة المال بالتأميم. هذا مخالف للدستور الألماني، وهذا مخالف لقانون الأسواق، وإذا تم القيام بأمور مثل هذه الأمور حقيقة هذه ضربة قوية ليس لأي اقتصاد إلا الاقتصاد الألماني. لذلك أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا الأمر ممكن، لا قانونا ولا في لغة الأسواق المالية، لأن الأسواق المالية تكره التأميم. التأميم هو عدو الأسواق المالية. لذلك تمام، شخصيا أعتقد أنه يمكن أن تكون من الحرب، حرب النفسية أكثر منها شيء آخر. أما فيما يخص الشق المتعلق ببيع السلع والمواد الأولية الأخرى بالروبل الروسي، مما لا شك فيه سيدي الكريم أن روسيا وهي الوريثة الشرعية للاتحاد السوفيتي، يعني هي دولة عظمى، وبالتالي ترى عملتها عملة سيادية. ولماذا الدولار الأمريكي وليس الروبل، أو اليورو وليس الروبل؟ وبالتالي أنا أعتقد أن الإجراءات الروسية تصب في خانة رفع أو دفع الروبل إلى مستوى العملات الأخرى في التعاملات الدولية، وهذا حقيقة بالتوازي مع أزمة عسكرية أو مواجهة عسكرية حقيقية. يعني حقيقة هناك دوزنة في هذا الأمر، وهناك استخدام شئنا أم أبينا لهذه الأزمة لدفع الروبل الروسي إلى مصاف العملات الرئيسية المتداول فيها عالميا. هلا هناك احتمالان، إذا كان نجحت هذه المحاولة وإذا لم تنجح. إذا نجحت هذه المحاولة بالطبع صار عندنا إضافة إلى خمس عملات رئيسية في هذا العالم، صار عندنا عملة إضافية اللي هي راح تكون الروبل. إذا لم تنجح هذه المحاولة، أنا أعتقد يعني أنه سيكون هناك ردة فعل روسية، وسيكون هناك قطع للإمدادات على بعض الدول التي
سواء كانت رغبة أو تحت إرشادات خارجية سترفض شراء السلع بالروبل الروسي بغض النظر عن الآلية التي تحدث عنها ضيفك الكريم، لن تقبل سواء كانت رغبة منها أو سواء كانت بإرشادات خارجية، لن تقبل. وهذا الأمر سيصعب أكثر على صعيد الحبوب. أعتقد سيدي الكريم على صعيد النفط اليوم هناك خلاف واضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول الخليجية التي الوحيدة القادرة على تغطية النقص في حال كان هناك عقوبات على النفط الروسي. ولكن هذه الدول لا تنسى موقف الولايات المتحدة الأمريكية في الملف الإيراني أو الملف اليمني. أما على صعيد الحبوب فلا بديل حتى الساعة، ونحن نعلم أن الأراضي الخصبة كلها موجودة في هذه المنطقة. لا تنسى سيدي الكريم أن بين روسيا وأوكرانيا هاتين الدولتين تؤمنان 30% من استهلاك العالم من الحبوب. تمام. وهذا الأمر يعني بكل بساطة أنه يجب أن يكون هناك محادثات مفاوضات، لأنه هذا الأمر سيكون خسارة للجميع وخاصة الدول الفقيرة التي هي بالمبدأ غير معنية، وخاصة الإفريقية بالمناسبة. نعم، الإفريقية والشرق أوسطية. نعم. وحتى حقيقة في بعض الدول اللاتينية حقيقة هذا الأمر يعني سيكون له تداعيات اجتماعية كارثية على صعيد الحبوب. إليك أستاذ سيرجي، هناك قرار روسي ربما غير متوقع ومفاجأ آخر صدر منذ ساعة قليلة، وهو السماح للشركات الروسية بسداد قيمة الطائرات الأجنبية بالروبل عند الاقتراض أو عند شرائها أو عند استئجارها. ماذا عن إيجابيات هذا القرار وسلبياته كذلك؟ إنه مشكلة عامة في التعامل مع الغرب حاليا. لا نستطيع أن نسدد كالمعتاد التزاماتنا وفق الأوراق المالية. شركاتنا لا تستطيع تسديد ديونها، أي الأموال موجودة لدى البلد ولدى الشركات، ولكن الغرب يعرقل تنفيذ التزاماتنا، فنضطر إلى ابتداع وسائل مختلفة كي لا نعلن التخلف عن التسديد. وأعتقد لسبب ما أن الغرب يحلم في هذا الشيء نفسه. يخص الطائرات، مدفوعات الاستئجار لم تعد ممكنة، حيث أن الغرب حد من طيران هذه الشركات التي استأجرت الطائرات، وغير مفهوم كيف تسدد مستحقات الاستئجار. ولذلك إن لم تكونوا تريدون هذه الأموال باليورو أو الدولار، يمكننا أن نسددها لكم بالروبل، وأنتم حولوها إلى أي عملة شئتم، لأننا مسيطرون على الروبل، لكن لا يمكن أن نكون مسؤولين عن عملات الغير، وإلا فكيف يمكن أن تحاسب ما دام الطرف الآخر لا يريد استلام هذه الأموال؟ تمام. دكتور جاسم، بعد آخر من النقاش ألا وهو يعني كيفية تأثر الاقتصادات الغربية، الاقتصادات العالمية بالعقوبات التي فرضت على روسيا، لأن هناك قلقا في أوروبا، قلق في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في هولندا، تخوفات كبيرة بحدوث أزمة غذاء على نطاق عالمي، خاصة في على ضوء مشكلة أوكرانيا وروسيا القمح وما إلى ذلك. مظاهرات هناك تجري للمزارعين في الإسبان، مظاهرات في جنوب أفريقيا وسريلانكا، مظاهرات في البرازيل بسبب نقص الأسمدة. هناك تقديرات بانكماش الاقتصاد بمقدار الخمس هذا العالم وفقا للتوقعات من ستاندرد اند بور اند جلوبال ماركتينج انتليجنس، أو سينكمش الاقتصاد الروسي ب 10% العام الجاري وفق تقديرات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. الانكماش في الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى 35% حسب جولدمان ساكس.
رأيك حول الموضوع، إلى أي مدى يمكن أن تتفاقم هذه الأزمة التي أصبحت تطال الجميع ليست روسيا وحدها؟ سيدي الكريم، حقيقة في الواقع هناك عدة قنوات تمتد فيها الأزمة أو تتمدد فيها الأزمة إلى الاقتصادات العالمية، ولكن نعم. بدون أدنى شك أهم قناة تتمدد فيه هذه الأزمة هو من باب ارتفاع أسعار النفط. نعم. النفط، ارتفاع أسعار النفط هذا يتغلغل في الاقتصاد العالمي كله. الآن يعني نظرت إلى مؤشر الاستهلاك، مؤشر الأسعار على الاستهلاك في أوروبا في منطقة اليورو مرتفع إلى نسبة 7.5%. ونحن نعلم من معاهدة ماستريتش أن هذا الأمر لا يمكن أن يتخطى أكثر من 3%. يعني بمقبول هو 2%، ولكن يعني يسمحون أوقاتا ب3%، ولكن لا. بغض النظر ماذا يعني هذا؟ ارتفاع أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 50% ستجعل من أسعار كل السلع والبضائع سواء كانت أولية أو مصنعة سترفع من أسعارها. السبب بكل بساطة لأن النفط يدخل في تصنيع، تعليب ونقل أكثر من 95% من المواد والسلع التي نعم. تحيط بنا، وبالتالي هذا الأمر سيمتد ليس فقط على أوروبا وليس فقط على الاقتصاد الأمريكي ولكن على كل الاقتصادات. الآن إذا سمحت لي باختصار شديد دكتور في ثواني، في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية إيه؟ المشكلة أنهم السياسات النقدية من خلال رفع الفائدة ستقتل النمو الاقتصادي، وعدم فعل أي شيء سيقتل يعني التضخم سيقتل الاقتصاد، النمو الاقتصادي. لذلك نحن عالقون في مكان ما في هذا في هذه المعضلة. أما فيما يخص الحبوب ف يعني أؤكد لك سيدي، إذا لم يكن هناك من تعاون ومفاوضات مع روسيا بين الدول هذه المشكلة قد تتمدد وقد تكون تتفاقم وتتحول إلى مجاعة في بعض الدول. صدقني سيدي الأرقام تشير إلى كوارث في بعض الدول على هذا الصعيد. شكرا لك البروفيسور جاسم عجاق الخبير الاقتصادي، كنت معنا ضيفا من بيروت، ونشكر ضيفنا في موسكو الأستاذ سيرجي بيكين مدير صندوق تنمية الطاقة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، لكم الشكر على طيب المتابعة. شكرا. يسعدنا دائما أن نتواصل معكم عبر أي وسيلة كانت، وبالأخص عبر منصة تيليجرام حيث ستجدوننا باسم برنامج أبعاد روسية. إلى اللقاء.